السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي مشتركي قناتنا، تحية لكم، تحية لكم الناس اللي مشوفوا فينا، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. رجعنا لكم في فيديو آخر دائما مع مباريات لاعبينا المحترفين بعد التوقف في الأخير، وين كانت مباريات دولية وشفنا تصفيات كأس أمم إفريقية وتأهل المنتخب الوطني قبل جولتين من النهاية تاع التصفيات. اللاعبين رجعوا إلى أنديتهم، وهذا الأسبوع راح يكون مباريات كثيرة خاصة يوم السبت. نشوفوا البرنامج كما مكتوب الصورة على الساعة الخامسة في الليغ 1 الفرنسية، نادي ستاد بريستوا ليتواجد مع اللاعب الجزائري هاريس بلقبلة، يستقبل نادي سانت إتيان ليتواجد مع اللاعب الدولي الجزائري أو اللاعب الجزائري السابق بودابوز. مقابلة منقولة على قناة تيليفوت الفرنسية وأيضا قناة أرينا سبور 6 المجرية، أيضا هذو القناتين متواجدين على قمر الأسترا والهوت بيرد، أيضا قناة بين سبورتس اتش دي 6 الناطقة باللغة العربية على قمر النيسات. نجول الآن مع الليغ 2 الفرنسية على الساعة 3، نادي لو هافر يتواجد مع اللاعب الجزائري لكحل فيكتور لكحل وأيضا العبد اللي يستقبل نادي كون. المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية على قمر أسترالوت بيرد، أيضا قناة أرينا سبورتس 6 المجرية. على الساعة 7، نادي أميان يستقبل كليرمون فوت ليتواجد مع اللاعب الجزائري زدادكا. مقابلة منقولة على قناة تيليفوت ستاديوم 1 المتواجدة على قمر أسترا والهوت بيرد. ايضا على الساعة 7، نادي فالنسيان يتواجد معه اللاعب الجزائري اسبانو راحو يستقبل نادي روديز. المقابلة منقولة على قناة تيليفوت ستاديوم 8. نجول الان مع البريمير ليج على الساعة 6، والنصف نادي توتنهام يستقبل مانشستر سيتي يتواجد مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز. مقابلة منقولة على قناة ار ام سي سبور 1 وكانال بلوس الفرنسية وايضا قناة سكاي سبور اتش دي 1 قناة بين سبورت اتش دي 1 و اتش دي 2 الناطقة باللغة العربية على قمر نيسات، ايضا قناة سبور كلوب 1 المجرية وقناة سكاي جو ايطاليا وقناة سكاي سبور اينو ايضا الايطالية وقناة سكاي سبور فوتبول اتش دي وقناة سبور تي في 1 وقناة دازن الالمانية. كامل هذه القنوات متواجدين على قمر استرا او الهوتبير. نجول الان مع البوندسليغا الدوري الالماني على الساعة 3:30، نادي هوفنهايم يتواجد مع اللاعب الجزائري بالفضيل يستقبل في اف بي شتوتغارت. مقابلة منقولة على قناة بين سبورتس ماكس 7 الناطقة باللغة الفرنسية وأيضا قناة سكاي بوندسليغا اتش دي 5 أيضا الناطقة باللغة الألمانية. هذه القناتين متواجدين على قمر أسترا ولوتبرت. في نفس التوقيت نادي بروسيا مونشنغلادباخ يتواجد مع اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني يستقبل اف سي أوغسبورغ. المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس ماكس 6 الناطقة باللغة الفرنسية على قمر أسترا وهوتبرد وأيضا قناة سكاي بوندسليغا اتش دي 3 وقناة 11 سبورت 3. كامل هذه القنوات متواجدين على قمر أسترا وهوتبرد. دائما في نفس التوقيت نادي شالك 04 اللي يتواجد مع اللاعب الجزائري نبيل بن طلب يستقبل في اف ال فولسبورغ. مقابلة منقولة على قناة بين سبورتس ماكس 8 الناطقة باللغة الفرنسية ايضا قناة سكاي بوندسليغا اتش دي 4 وقناة 11 سبور 4. كامل هذه القنوات متواجدين على قمر استرا ولوتبر. نجو الان سيريا الدوري الايطالي على الساعة 3، نادي كروتون الصاعد الجديد يستقبل لازيو دروم ليتواجد مع اللاعب الجزائري محمد فارس. المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس ماكس 9 الناطقة باللغة الفرنسية وايضا قناة بين سبورتس اتش دي 4 الناطقة باللغة العربية على قمر نيسات وقناة دازن الألمانية وقناة أرينا سبور 1 المجرية وقناة سكاي سبور سيريا الناطقة باللغة الإيطالية. كامل هذه القنوات متواجدين على قمر أسترا أو لوتبرد. في السهرة على الساعة 9:15، نادي شوفنتيوس يستقبل كالياري لتواجد مع اللاعب الجزائري أدم مونيس. مقابلة منقولة على قناة بين سبور 2 الناطقة باللغة الفرنسية وأيضا قناة بين سبور اتش دي 4 الناطقة باللغة العربية على قمر النيسات وايضا قناة موفي ستار ليغا دو كومبيونز الاسبانية الناطقة باللغة الاسبانية قناة دازن الالمانية وقناة ارينا سبور 4 المجرية وقناة بريمير سبور 1 اتش دي. كامل هذه القنوات متواجدين على قمر استرا او الهوتبر. نجو الان مع السوبر ليغ الدوري التركي على الساعة 9، نادي بيشكتاش يتواجد مع اللاعب الجزائري غازال يستقبل بازاشكير. المقابلة منقولة على قناة بين سبورت ماكس 10 الناطقة باللغة الفرنسية على قمر أسترا أولوزبرد وأيضا قناة بين سبورتس الناطقة باللغة التركية. نجو الآن مع قطر ستارز ليج الدوري القطري على الساعة 6:45، نادي الخور يستقبل السيلية لتواجد مع اللاعب المخضرم اللاعب الدولي السابق نادير بالحاج. المقابلة منقولة على قنوات الكاس.
في نفس التوقيت نادي قطر اللي تواجد مع اللاعب الجزائري بالليلي، اللي راح تكون أول مقابلة ليه مع ناديه هذا الموسم. راح يستقبل نادي الوكرة تواجد مع اللاعب الجزائري بنياتو، مقابلة أيضا منقولة على قنوات الكاس. نجول الآن مع السوبر كوب الجزائرية على الساعة 8:30، لياس مادال يستقبل سيربي بالوزداد، مقابلة منقولة على قناة ان تي في الأرضية. الآن مع الجريس سوبر ليج الدوري اليوناني على الساعة 6:30، نادي أولمبياكوس توجد مع اللاعب الدولي الجزائري هلال العربي السوداني، يستقبل نادي باناتينايكوس، ديربي اليونان، المقابلة منقولة على قناة سبور كلوب 2 المجرية وأيضا قناة نوفا سبور 1 اتش دي وقناة سبور كلوب الثانية الصربية، متواجدين على قمر أسترا ولوتبيرت. الآن مع الدوري المجري الهنغري على الساعة 7:30، نادي بودابست هانفيد يستقبل فيرن فاروزي لتواجد مع اللاعب من أصول جزائرية ليدوني، المقابلة منقولة على قناة ام 4 سبور وقناة ارينا سبور 6 المجرية وقناة ارينا سبور 5 الصربية، هذه القنوات متواجدين على قمر أسترا والهوتبيرد. دونك هذا فيما يخص برنامج تاعنا اليوم، مقابلات كثيرة، مشاهدة طيبة لكل مشتركينا، ونتلاقاو إن شاء الله مع فيديوهات أخرى. سلام.